حركية متسارعة في مختلف القطاعات شهدتها الجزائر منذ سنة 2020. فبعد استكمال إعادة بناء المؤسسات الدستورية، توجهت البوصلة نحو إقلاع اقتصادي متنوع ركيزته الكفاءات المحلية وتثمين الموارد والثروات الباطنية وتحقيق اكتفاء ذاتي في مختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية. ومثلما عرف قطاع الفلاحة انتعاشاً سمح للجزائر بتجاوز سقف غير متوقع في ظرف وجيز لتحقيق الأمن الغذائي، أولت السلطات العليا في البلاد الاهتمام للأمن المائي، خاصة وأن الجزائر تقع ضمن دائرة الخارطة الجغرافية المهددة بظاهرة الجفاف والتقلبات الجوية. بأمر من رئيس الجمهورية وحرص منه، انطلقت أشغال تشييد 5 محطات لتحلية المياه كمرحلة أولى تسع قدرة إنتاج كل واحدة منها 300,000 لتر يومياً لسد حاجيات 3 ملايين مواطن في كل محطة بمعدل استهلاكي يصل إلى 100 لتر يومياً للفرد الواحد. سدود ضخمة جداً، ولكن مع 4 سنوات 5 سنوات جفاف يعني أصبحت ما تفيدش المواطن في ماء شرب. لأن حاجة اللي ممكن يعني البحر ما ينتهيش، يعني احنا كنا نفوتوا نهائيا في سياسة تحلية مياه البحر فيها أكثر ضمان بالنسبة لتزويد المواطن بالمياه العذبة بمياه صالحة للشرب. محطة الرأس الأبيض بوهران بلغت بها الأشغال مراحل متقدمة بعد أن تم الانتهاء من الشق المتعلق بالهندسة المدنية وتجاوزت نسبة إنجاز المشروع 60%. محطة فوكا 2 بتيبازا هي الأخرى تقدمت الأشغال بها بعد أن قاربت نسبة الإنجاز 2/3 وشرع في مرحلة توريد وتركيب المعدات. باقي المحطات التي تأخرت بها الأشغال في بعض الفترات هي الأخرى تعرف وتيرة متسارعة، كمحطة كاب جنات ببومرداس ومحطة تيغرمت ببجاية ومحطة الطارف التي بلغت بها أشغال الإنجاز ما نسبته 50%، مع الانتهاء أيضا من كل أشغال الهندسة المدنية. المحطات الخمس ينتظر تسليمها مع نهاية العام الحالي لتشرع في تزويد المناطق المجاورة لها بالماء الشروب، وهو ما سيضمن توفير نسبة تزيد عن 40% من الماء الصالح للشرب. أعتقد بانتهاء المشروع هذا الخمس مشاريع تاع 300,000 متر مكعب لكل مشروع شرق غرب وسط، نصل إن شاء الله إلى إنتاج ما يفوق 3,300,000 متر مكعب سنوياً. المرحلة الثانية من البرنامج تنحصر ما بين 2025-2030 وستشمل إنجاز 7 محطات أخرى لتحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي، وهي كفيلة برفع نسبة الماء المضمون في الحنفية بعيداً عما يمكن أن تجود به السماء وما ستوفره السدود إلى حدود 60%. هي مشاريع استراتيجية حرص رئيس الجمهورية شخصياً على متابعتها وخصص لها مساحة واسعة من نقاشات اجتماعات مجلس الوزراء، تماماً مثلما ظل يحرص على تثمين الموارد المائية في أكثر من مناسبة لاستغلالها في المجال الزراعي ومرافقة المشاريع الاستثمارية لقطاع الفلاحة في مجال السقي، خصوصاً على مستوى المحيطات الكبرى الجديدة المقترحة للاستغلال والاستثمار في إطار حق الامتياز واسترجاع المياه المستعملة وغيرها من الطرق الكفيلة بضمان أمن الجزائر المائي.